وافق الما في ديك ما كاش. ليش ما في مويه في التيارت؟ شهرين ما كاش الما. 2024 كيف ما في مويه في التيارت؟ جيبوا لهم المويه في التيارت. الما ما كاش في تيارت اسير بوا. طلقوا الما طلقوا الما يا طلقوا الما. يا طلقوا الما يا عمي تبون يا عمي تبون. اهدك ربي يا عمي تبون طلق الماء. هذه جزائريه فضحتهم، طلعت هي واماراتيه ولا سوريه ولا منين هذيك، قالت لهم راه ما عندناش الماء في التيارت، ما لقينا ما نشربوا، كيضحكوا عليهم. ولاو الناس العرب كاملين عارفين ان الكراغ لا واحلين غير مع الماء. قوه ضاربه مع فلسطين ظالمه ومظلومه، جيبوا غير الماء تشربوه. جيب الماء جيب الماء. وافق الماء في ديك ما كاش. ليش ما في ماء في التيارت؟ شهرين ما كاش الماء. شهرين ما كاينش الماء. ايوا قولوا يحيى عمي تبون، قولوا يحيى عمي تبون. دوزوا الفيديو اخر. كاين سمعهم يحكوا على العاصمه وارجنتوس وسانا، نقول بالك ارجنتي جايه في الامريكان ولا لاسويس ولا دبي. لا لا اخو ارجنتي ولايه في الجزائر، والجزائر كاع غامله نعرفوها ما نكذبوش على بعضنا. قال لي الجزائر كامله غامله ما نكذبوش على بعض. علاش دار علاش هضر هذا هكا؟ لان نط دابا بيناتهم اللي ساكنين في العاصمه كيقول لهم، اللي ساكنين في ولايات اخرى كيقول لهم انتم راه ما انتم ما عايشينش، انتم ماشي ماشي الجيري، انتم ما كاينينش هنا. يا الكراغله يا الكراغله، نايضه دابا بيناتهم. سبحان الله كل ما يقرب رمضان يعاودوا يخرجوا لنا بعض المخركسين ويبدا يقول لك او تهنينا من الكوافه والعاصمه شابه بلا الكعب ومزيه راح يجوزوا العيد في البلاد. اه كتعمر عندهم في العيد، هما اللي خدامين عندهم في العاصمه. لي زونجيروا يا خو مبشرين بالجنه، واش سي خونا ارجي هادي واقيلا خلى ذلك اختك وحنا الاكبر. كيفاش خو انت في داركم ترقد بالداله تسنى اختك تنوض باش انت تدخل تستعفى شويه تعاير في الناس؟ راك منك سيريو يا خو، انت في العيد تخرج لحومتك كلش مغلوق، قهوه ما عندكش من تشربها. ها انت بين ها كيقروا كيقروا بلاصه. قال لي تخرج ما تلقاش قهوه فين تشرب. اوديش عندكم ما تشربوا واخا كاع يفتحوا القهوه عندكم. واش اللي ما عندوش الحليب باش غادي يقاد القهوه، باش غادي يقاد العصير، باش غادي الله يهديكم يا بني كرغل. الخبز ما عندكش مين تشري، علاش؟ باسكو الرجال هذوك راك تعاير فيهم اللي جابتهم الخبزه، هما اللي راهم خدامين عليك، هما اللي راهم واقفين عليك، هما اللي رجعوا لك الجي تاعك هذه اللي راك تكبر عليها وراك شايفها حاجه شابه. فرق كبير مع من اللي نهضر يا خو، انت لا خدمه لا قدمه، انت للدوك تنوض على 12 تهبط الحومه تريح وتقعد قاعد طاوع في الناس. انا وليد البلاد هادو كوافا، هذا كافي، هذا قهوي، هذا دبرش، هذا حكمه الدهشه، هذا مخلوع في ارجي. نحكي لي انت واش داير في حياتك يا خو؟ هادي انت كي وليد ارجي تخلص عليها؟ قول لنا راك تخلص عليها يا خو، نحن نخدموا كوارا. دابا هاد الارجي علاش مضاربين انتوما دابا ومنوضين لايلا؟ نصرفوها في المغرب ما تجيب لنا حتى مدينه. اصغر مدينه افقر مدينه زعما اللي مكرفصه وكذا. اجي ولد درعه تافيلات هي اللي دابا هي الجهه اللي واكله العصا عندنا في المغرب، جهه درعه تافيلات. وغادي نقلبوا المدن ديالها راه احسن من العاصمه ديالكم. حنا حنا هنا اللي واكلين العصا وحسن من العاصمه ديالكم. الا صح تحب ولايه تهضر عندها عار وثمن قشلي راهم في اوضه وديدوش ما تجيش تحكي. سمع سمع اش قال ليه؟ الا عندك غير على على ولايه ديالك هضر على الدعره اللي في ديده وديدوش. عقلوا هادي سجلوها باش بدا نقولوها ديدا وديدوش. اي كرغولي دابا تقول لي فين ديدا وديدوش؟ اسمع الا صح تحب ولايتك هضر عندها عار وثمن قشلي راهم في اوضه وديدوش. اوضه وديدوش ماشي دوده، اوضه وديدوش. الاوضه دي بالمصريه هي البيت، الاوضه. اوضه وديدوش باش نعقلوا عليه، الاوضه وديدوش، اوضه وديدوش. ما تجيش تحكي لي على عباد زوا ولا جابتهم الخبزه لهنا، هذوك الرجال صاحبي ما تلحقهمش نتايا. ولا نتايا جيت سكنت في ارجي ضربت خمس سنين تقشرت ولا تبان لك بلي انت وليدها وليت تعاير ولاد ولايتك. كيشكوك بيا يا اخي، انا نعرف غير الحمار اللي ينكر اصل، وهم لي كيف رانا كاع كيف كيف ما كاش واحد. دابا كيجدر ليه التسالى قال لي حنا كاع كيف كيف وعرفناكم كلكم كيف كيف كلكم مصدين. دوزوا الفيديو اخر. هذا هو اللي قلت كيطلعها بواحد الولايه اخرى. انت خص اللي يطلعها بك القلق، هذا هو القلق اللي مجاهد وجه البنانة لا عينين مقادين لا زنان مقادين لا نبي. خليه من راه خليقة الله ولا اني راه انت درجبتي على راسك شو كيدا. دوزو الفيديو اخر ما بغيتش نبرك عليه. كمال قطارة تعرفوا تباسيوة باسكو وليت الزوالي ها قولوا وليد ابو جرة سلطاني دخلكم البيضة ويبعث لي فوتو تاع كلوب ديبا يبعثهم امير الديزات وتحلبتوا له واحد ما هضر معاكم. اه فتو روحكم غمضتوا عينيكم
نحكي لهم كيف كان يدخلكم الزطلة أي يدخلكم البيضة بسيطو ستيوارك هذاك بر وهما فيز وهما كانوا إرشادو أخو نسيت أزمو ربو هذاك بعتهم للحج زعما كون كوا باباهم حبيكو فولوحو خلاص سي بون مراحو مراحو للحج وخلاص تابو ونسيت تا ولد عمي تبو اللي دخل لكم البيضة ودخل الحبس وخرجوه نسيتيه تا هو مازالو لحد الآن يبيع لك فيها رب البيضة تما تدخلو ديما وعلاش باسكو ولد شي يكون واحد ما يهضر معاه وحنا الزواولات تتقعدونا الزواولة هما اللي ما فهمش كيقول هما الزواولة زعما ولد الشعب الفقير المسكين زعما اللي ما عنده ظهر ياك العدالة تمشي غير معانا حنا ها قولوا لي راني نكذب قولوا لي راني نكذب مراكش تكذب يا اخو مراكش تكذب يا اخو قال لي انتوما دولة عطايين من بعد تحشيني بالوطنية انا ولادك كاع مرميين في كلوب ديب بالماتريال الخشين يا ربك وانا جيت تحشيها لي ها انا يا ربك كروسي بعتها باش ناكل تعرف ربك تبون انا كروسي بعتها باش ناكل كروسي بعتها باش ناكل انت ولادك عم يعيشوا في ربك صوالح ولاد المسؤولين عم يعيشوا في ربك صوالح اكشادي ماشي كروسي هذا اللي تاخويا كروسا هي طوموبيل زعما اقسم بالله غير بعت كروسي باش ناكل كروسا نتي لا قلتي كروسا كروسا خدمت في 2014 كعرتو نار بلور وطلع لورو دينا حبطونا ربو كنت نخدم نطلع روح اسطنبول نجيب السلعة هذاك الوقت كان 14 لورو كعرتو نادينا بلورو ما كاش فايدة هادو تروح تسلع ما كاش فايدة تدي معك 200 مليون باش تدي 10 ملايين العملة ديالكم راه طايحة اش غنديرو لك حنا واش حبيت ربك نولي نبيع البيضة كيما وليد عبو جلا سلطاني نتوما تحبوا العراية يحبوا العراية يا اخو تعرى عليهم انا قلتها لكم تعرى عليهم راه يحبوا العراية تعرى على ولدي ندوزو الفيديو اخر الجزائر الجديدة الحيد يلا فاك شي كيطلع هنا شي كيطلع شي معلق حوايجو هنا شي شو البنايات ديال فرنسا قلت لها واحد الجزائري في واحد اللايف وبقى فيه الحال فرنسا داكشي اللي بنات لكم فرنسا فاش مازال عايشين انت بالقوات ديال فرنسا وكل كل شيء اهل واش اهل للسقوط اهل لا نسيت كيف عندي مشات لي اللغه العربيه المهم كل شيء قريب يطيح نقولها كاع قريب يطيح درنا شي لغه عربي كل شيء قريب يطيح يا اخو هادشي راه كلشي مشقق الاخوان الغريب في الامر ان دوزو وسطو دوك التيويات ديال الغاز يمشي شي واحد غير بحال اللي جعلتو وقيده في التبل غير واحد تفركع غادي تزلع الجزائر كامله انت شوف شو دايرين هنا لي ضرب بلاص الخيميه ما عندكوش باش ديروا خاميه زعما تكون مهيبه زعما وزوينه بقات في شوف لا حول ولا قوة الا وتهضر معايا يقول لك انا في لالجي يا اخو في العاصمة وراه تجي تشوف العاصمة راه ما تصرفها ما تجيب لك ابسط اصغر مدينة في المغرب هنا ما تعطيكش بحالها لا حول ولا قوة الا بالله اش بعدا ضحك عليكم يا الكراغلة يا بني كرغلة اين انتم يا كراغلة اشتقنا لكم هيا بنا الى المونديال شو هاد البيشه اللي دايرين الشرجم بحال ديال الحوانت دوك الحوانت القدام واش هادي السيتيرنا هاد ديال الاخوان ها السيتيرنات ديال الماء كيجيو يعمروا ليهم هادو وبدا يسقيو زعما بدا يشربوا الناس كذا حيت يتسالوا يجيو يعمروهم ها السيتيرنات معلقين في السراجم قول لي هادي عاود ماشي سيتيرنا ها انت واش دوله اللي معلقه الناس معلقين الطباصل ديال النيميريك كيتفرجوا خرا دابا غادي يخرجوا شي حاجه جديده عاود بلا ما دير التبصيل بلا والو هادو معلقين ليا السيتيرنات في الواجهات ديال المنازل كاع من اللي يجي السائح اول نظره غادي يشوف الحيوط غادي يقول لك انا ما نبقاش هنا يا اخو ما لقاو ما يشربوا هادو لا حول ولا قوه انهم الكراغلة يا ساده ما تخلعوش راه غير الكراغلة هادو اخوان وصلنا لاخر هذا الفيديو كالعاده ديما بدينا نقولها واخا كتقصح الكراغلة بدا نقولها ديما في اي خاتمه ديال شي فيديو صلاة أخير هذا الفيديو ديما مغرب من طنجة للقويرة ولا عزاء للكراغلة صلاة أخير هذا الفيديو السلام عليكم.